صور عن ماذا يفعل الله بخطايانا المتعبه. هل فكرت حقا اين تذهب خطايانا؟ ان الغفران هو تدبير اله للانسان الخاطئ الغير مستحق. الله هو الذي اخذ زمام المبادره من وقت عصيان وسقوط ادم وحواء بالخطيه فهكذا اجتاز الموت الى الجميع. الله هو الذي البس ادم وحواء اقمصة من جلد ليستر عورتهما. منذ ذاك الوقت ابتدات الذبائح الدموية للتكفير عن الخطية. ولكنها تقدم بتوبة وايمان الى ان جاء المسيح وقدم وبذل نفسه ذبيحة كاملة بلا عيب وذبيحه نهائيه فوجد فداء ابديا سكب نفسه وصنع تطهيرا لخطايانا لقد غطاها وسترها بل حملها في جسده واخذنا بره فصار لنا الدخول والقبول الى محضر الله لكن السؤال يبقى اين تذهب خطايانا وماذا يفعل الله بخطايانا؟ رغم ان الكتاب يقول: لكن استخدمتني بخطاياك واتعبتني باثامك، إشعية 43. ان هذا الغفران على اساس العهد الذي صنعه لاجلنا ووعوده الغير مشروطه. هذا العهد الذي ختم بدم المسيح. هذا هو العهد الجديد. لان هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من اجل كثيرين لمغفره الخطايا لانه مكتوب وكل شيء تقريبا يتطهر حسب الناموس بالدم وبدون سفك دم لا تحصل مغفره لان نفس الجسد هي في الدم فانا اعطيتكم اياه على المذبح للتكفير عن نفوسكم لان الدم يكفر عن النفس فاذا اساس غفران خطايانا هو موت المسيح على الصليب الذي احبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفاره بالايمان بدمه لاظهار بره من اجل الصفح عن الخطايا السالفه بامهال الله. ان التطهير من الخطايا وعلاجها هو فقط من خلال دم المسيح. فالسؤال ماذا يفعل بخطايانا؟ اولا تتلاشى بدم المسيح. مكتوب الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الاشياء بكلمه قدرته بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمه في الاعالي ثم يبعدها عنا كبعد المشرق من المغرب مكتوب الذي يغفر جميع ذنوبك الذي يشفي كل أمراضك لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازن حسب آثامنا لأنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قويت رحمته على خائفيه كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معاصينا لم يقل الشمال من الجنوب لأن نقط بيلتقوا لكن المشرق من المغرب ثم احبائي اخذها وحملها في جسده لانه جعل الذي لم يعرف خطيه خطيه لاجلنا لنصير نحن بر الله فيه الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبه لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر الذي بجلدته شفيتم ثم ايضا يدوس خطايانا مكتوب من هو اله مثلك غافر الاثم وصافح عن الذنب لبقيه ميراثه لا يحفظ الى الى الابد غضبه فانه يصر بالرأفه يعود يرحمنا يدوس اثامنا شيء اخر يطرح خطايانا في اعماق البحر يعود يرحمنا يدوس اثامنا وتطرح في اعماق البحر جميع خطاياهم طبعا البحر العميق جدا اذ استحال ان يصل الى هذا العمق ثم ايضا لا يذكرها فيما بعد ولا يعلمون بعد كل واحد صاحبه وكل واحد اخاه قائلين: اعرفوا الرب لانهم كلهم سيعرفونني من صغيرهم الى كبيرهم، يقول الرب: لاني اصفح عن اثمهم ولا اذكر خطيتهم بعد، ايضا لاني اكون صفوحا عن اثامهم ولا اذكر خطاياهم وتعدياتهم فيما بعد ثم يمحوها بالكامل انا انا هو الماح ذنوبك لاجل نفسي وخطاياك لا اذكرها قد محوت كغيم ذنوبك وكسحابه خطاياك ارجع الي لاني فديتك ثم يزيل وسخ خطايانا مكتوب هلما نتحاجج يقول الرب إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج إن كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف صوف الأبيض وأيضا يطرح خطايانا وراء ظهره فإنك طرحت وراء ظهرك كل خطاياي لأن الهاوية لا تحمدك الموت لا يسبحك لا يرجو الهابطون إلى الجب أمانتك تعبير كامل أن خطايانا أصبحت بالكامل مغفورة حتى لا يتذكرها أو يرجع يعيرنا فيها أي غفران والستر كامل ثم أبطل فاعلية الخطية فاذ ذاك كان يجب ان يتالم مرارا كثيرا منذ تاسيس العالم ولكنه الان قد اظهر مره عند انقضاء الدهور ليبطل الخطيه بذبيحه نفسه كما نرى من هذه الصور غفران الله غفران كامل وغفران غير محدود غفران من خلال دم يسوع المسيح كما هو مكتوب ولكن ان سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شرك بعضنا مع بعض ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطيه انه غفران غير متغير غفران بالنعمه ثم هذا الغفران ابدي اذ سدد الدين الذي علينا مكتوب وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا هوذا حمل الله الذي يرفع خطيه العالم مكتوب ايضا وليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه دخل مره واحده الى الاقداس فوجد فداء ابديا لأنه إن كان دم ثيران وتيوس ورماد عجلة مرشوش على المنجسين يقدس إلى طهارة الجسد فكم بالحر يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحي عبرانيين تسعة مكتوب ايضا علمين انكم افتديتم لا باشياء تفنى بفضه او ذهب من سيرتكم الباطله التي تقلدتموها من الاباء بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح معروفا سابقا قبل تاسيس العالم ولكن قد اظهر في الازمنه الاخيره من اجلكم لقد دبر الله خطه خلاصنا وغفران خطايانا من قبل تاسيس العالم يا لعمق غنى محبته ورحمته ونعمته غفر الى التمام لا يذكرنا فيها ولا يعيرنا نحتاج الى كل الابديه ان نشكره ونمجده ونعبده. اخيرا الشيطان هو فقط الذي يذكرنا بخطايانا ويعيرنا بل ويشتكي علينا. في رؤيه 12 ايه 10 لكن لاحظ في ايه 11 شو مكتوب؟ وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمه شهادتهم. ولم يحبوا حياتهم حتى الموت لقد تعامل الله مع خطايانا الى الابد اذ غفرها وسترها غطاها بل كفر عنها ومحاها الى الابد لذلك دعونا نعظمه ونسبحه ونشكره ونمجده له كل المجد امين